مسيكم بالخير، حياكم الله. بداية حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد. واليوم طبعا احنا خلاص اليوم السبت وبكرة الأحد، اثنين ثلاثة 72 ساعة باقي على مباراة السعودية مع البحرين في جدة على ملعب الجوهرة. هذه المباراة جدا حساسة، جدا مهمة، جدا يحتاجها المنتخب الأخضر بشدة. وكنا نتساءل في الأيام الماضية، طيب وش بيصير؟ يعني شفنا بعض تصريحات اللاعبين في حالة رضا عن النفس، يعني أوكي يعني إحنا سوينا اللي علينا، لكن الحقيقة مستوانا اليوم هذه مصيبة. يعني كنا نتوقع أن اللاعبين كلهم يطلعون يقولوا إحنا آسفين وبنعوضكم، هذا اللي كنا ننتظره، لكن تعرف حالة الرضا عن النفس هذه مصيبة. وكان الواحد يتساءل طيب وزارة الرياضة، اتحاد القدم، وش سووا؟ وش اللي صاير؟ وش سووا مع اللعيبة، مع المدرب؟ يعني ها بانت اليوم شوية ملامح. اليوم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اليوم اجتمع مع اللاعبين، يعني رغم أن ما طلعت أي توضيحات عن مضمون هذا الاجتماع، لكن أنا ممكن نقرأها يعني أنه بالتأكيد كان في عتاب حديث عن أن هالمباراة دي من أهم المباريات، نتائجنا أدت لما وصلنا إليه. يعني هذا قراءتي الشخصية، لأنه هذا اللي مفروض ينقال للاعبين. يمكن حتى تشوف أنت ردود فعل اللاعبين توريك الحوار كان قوي ولا يعني لطيف. لا، واضح أن في رسالة جدا قوية واصلة للاعبين، تقراها على وجوه اللاعبين، ما في أي ابتسامات، شايف كله قاعد يعني شكله ياخذ على دماغه، واضح جدا يعني كله قاعد يسمع كلام اضبطوا الامور. لانه تخيل الثلاثات تخسر بالبحرين، يعني تطلع بملحق الملحق هذا اذا تاهلت، ومع هالانفاق اللي على الرياضه وعلى المنتخبات وذا راح تشكل صدمه. يعني احنا دائما عندنا هنا عندنا في السيستم الحكومي الايام هذه حاجه اسمها كفاءه الانفاق. طيب نبغى نشوف كفاءه الانفاق على لعيبه المنتخب، لازم لعيبه المنتخب يقدمون داخل ارض الملعب ما يعكس ان الانفاق اللي تم عليهم سواء من انديتهم او من اتحاد كره القدم او المكافآت الضخمه يعني اللي تقدم لهم. يعني ما شاء الله والله وزاره الرياضه والدوله بشكل عام تكافئ المجد والمجتهد بارقام لا حلم فيها هو ولا الدائرة المحيطة فيه ولا اللاعبين السابقين ولا اللاعبين اللاحقين كانوا يحلمون فيها. فبالتالي على الأقل يعني عطيني على قد ما تاخذ. فواضح ان اليوم الاجتماع كانت رسالة قوية جدا، وان شاء الله نشوف ردة فعل امام منتخب البحرين يوم الثلاثاء، نشوف اثار هذا الاجتماع، وان شاء الله الشباب يبيضونها يعني شلون يسعدون الناس. نرحب بضيوف حلقتنا اليوم، طبعا معنا الكابتن ابراهيم العنقري وعبد العزيز الزلال ومحمد الحارثي ورامي تونسي. ونبدا الحلقه. ايش فيك انت معطيني نص ابتسامه؟ انت كنت معاهم في الاجتماع، من شكلك اخذت لك كم كلمه جامده في جنابك ها؟ طيب خلينا نبدا الحلقه بالعناوين.